الأولاد راهم في قاعة الرياضة والبوكس. كما راكم تشوفوا راهم يعملوا في تمارين الإحماء باش يتعلموا حركات رياضية مع المدربة. الأولاد استمتعوا بزاف بوقتهم في حصة الرياضة. راهم ناشطين. والآن رجعت لصديقاتي البنات باش نسقسيهم على آرائهم. واش عجبك أكثر، الرقص ولا الرياضة؟ شعرك شباب. لا دونس. هاي، وانتي عجبك الحل؟ جيد. قولي لي، واش حابة تولي كي تكبري؟ بيلات. بيلات. كيفاش؟ بيلات. واش يدير الطيار؟ يكون دي اللي زادر. وانتي واش حابة تولي؟ دكتور. دكتور. طبيبة. دكتور. برافو.